وطبقت قيادة عمليات سامراء بإشراف مباشر من قائد العمليات لواء الركن عماد الزهيري الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، حيث تقوم هذه القوات من مختلف الصنوف بتنفيذ دقيق للواجبات لحماية صلاح الدين من الفيروس بذات التصميم الذي دحر داعش الإرهابي، فيما ثمن المواطنون هذه الإجراءات كونها تصب في مصلحة المجتمع. ولاحظت قناة صلاح الدين أن هناك تقسيم للعمل الميداني حسب الاختصاص للوافدين من خارج البلاد. دوائر الصحة ما مقصرة نهائيا، وما شاء الله على الولد، يعني واقفين صبح وليل ويشتغلون وما يعبرون احد، واي يعني شفت وقفتهم صدق فعلا يعني مشرفة، وبارك الله بجهودهم. يلتزمون بهاي الشغلة لان هذا الموضوع هو خطر على الكل، يعني هو غزا عالم يعني كله. نسأل الله ان يحفظ العراق، ولا هو ما بيش يعني اكو اكثر من الوقاية ماكو. شغلة يعني مشرفة يعني لان هذا المرض انتقل، بس هاي الدائرة الصحة سمراء ويعني مشكورة بهذا جهودها. إن شاء الله كلنا مو بس احنا، كل المواطنين إن شاء الله يلتزمون بهاي التعليمات. إجراءات مفارز شفتات خلينا نقول بين فترة فترة، نقيس كل الوافدين أو حتى من المنطقة كلهم أقيسهم يعني بدون استثناء. تأمين تعاوننا كلش راقي وتوفر لنا المكان المناسب للفحص وكل الإجراءات، وما نحتاجه كل شيء نحتاجه هي توفر لنا. المحافظة عموما والعراق يعني اكو تجاوب ملموس وظاهر عليهم، والتوعية موجودة ان شاء الله.